لا تحزن. ربما من الصعب جدا أن لا تحزن، لأنك في الدنيا، والدنيا كتب علينا فيها الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فكل من كابد الدنيا لابد أن يشقى. لا تحزن ولن أحزن بإذن الله، لأني مسافر. هل رأيت مسافر يكترث بالقرية التي يمر عليها؟ رزقي لن أحمل رزقي فوق ظهري، لأن الله تكفل به، حتى عمري تكفل الله به، فلن أخشى عدوا ولا مرضا ولا شيء. فمتى ما حل الأجل فلا مناص. لن أحزن إذا خاصمني أحد، فنبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح خاصمه إبليس وكان له عدوا. فهناك من يعاديك لطبعه لا لطبعك. نوح عليه السلام صنع ما ينجي به القوم فاتخذه القوم سخريا. سليمان عليه السلام حارب السحرة فاتهمه الأعداء أنه من السحرة. محمد عليه الصلاة والسلام جاء لتوحيد القلوب فاتهمه القوم بالتحريض وتفريق القلوب. هكذا بعض الناس يتهمونك بالذي أنت تحاربه. فلن أحزن إذا خاصمني أحد، لأن الأيام تجري، فمن أحبني فيومي يجري بدونه، ومن كرهني لن يغير في يومي شيئا. لن أحزن إذا وقعت لا قدر الله في فقر، فإني لن أموت حتى أستوفي رزقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: للرزق أشد طلبا للعبد من أجله، فلماذا أحزن على الرزق؟ لن أحزن لأني رأيت كل الدواب التي لا تعقل لا تحمل رزقها فوق ظهرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا أجعل الرزق الذي تكفل الله به أكبر همومي؟ كنت في رحم أمي، الله أطعمني وأسقاني، حتى أمي التي أنا كنت في أحشائها لا تملك رزقي. لن أحزن على الرزق أبدا، وقد أخرجت للدنيا لا أعلم شيئا، وهداني الله للنجدين والنطق والمشي. فلماذا أحزن على رزقي؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج من بيته جائعا. لن أحزن بإذن الله. لن أحزن على مرض، وإذا مرضت فهو يشفين. فلن أحزن على مرض، فإن الله نسب الأمراض لنا والشفاء له. فإن أصابني مرض أعلم أن الشافي هو الله. وعاف أيوب عليه السلام من مرضه بالماء البارد، رغم أن أيوب عليه السلام كان يرى الماء كل يوم وشرب الماء، لكن الله يهدي من يشاء لأسباب الشفاء. لهذا لن أحزن على مرض بإذن الله. كفارة لي تكفير من الخطايا، لأني غارق بالخطايا، أريد الجنة وللجنة ثمن، فلن أحزن على مرض. أعظم مرض هو مرض القلوب، في قلوبهم مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مرض الأجساد كفارة للخطايا، وأما مرض القلوب مجلبة للخطايا. فمن مرض بجسده فليقل: الحمد لله، أصابني بما هو فاني ولم يصبني بما هو باقي، إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا لن أحزن على مرض بإذن الله. لن أحزن إذا ظلمت، فلقد قرأت في كتب أهل الإسلام وأهل الكفر، والكل يتفق على أن الظلم من أشد البلايا. فلن أحزن إذا ظلمت، فإن المظلومين جلهم من الصالحين، والظالم لا يعلم للصلاح طريقا. رب العباد حرم الظلم على نفسه، ويأتي عبد من العباد يحلل الظلم له ولغيره. الظلم ظلمات. لن أحزن على ظلم يصيبني. فمريم عليها السلام أنبتها نباتا حسنا، أحصنت فرجها، كفلها زكريا، كل أسس التربية اجتمعت في مريم عليها السلام. وما هذا بمجرد طفل تحمله؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بمجرد طفل تحمله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وجمعت أسس التربية الصالحة. فالصالح هو صالح لنفسه ولذاته ولمجتمعه، إلا أن المجتمع بيت من زجاج. بمجرد أن يأتي رجل مجهول يقذف ويرمي عليك حجرا، على سمعتك، على أخلاقك، في مجتمعك ينهار عليك زجاج المجتمع ويقطعك إلى أشلاء.
لهذا لا تحزن على ظلم يقع عليك، فإن الله توعد بنصر المظلوم وأقسم بذاته العلية وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وجعل للمظلوم دعوة مستجابة وسهام لا تخطئ ونصر قريب، فلماذا الحزن؟ لهذا لن أحزن إذا رأيت الظالم يرتع، لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فأعلم أن الظالم له أيام ومعدودة. لن أحزن لتربص الحساد، ولا تحزن لتربص الحساد، فالحاسد ناقم يرى كل نعمة عليك ثوبا من النار على قلبه، ونار الحاسد تشتعل بقلبه قبل أن تصل إليك. لا تحزن وإن كثر الحساد، لأنك تعلم وأنا أعلم أن لكل خطوة ضريبة، ومن علا يرى. لا تحزن لكل حاسد يتربص بك، لأن الفضل بيد الله، والحاسد هو الذي سخط على أمر الله قبل أن يسخط على نعم الله عليك، لأن الله هو الذي أعطى وهو الذي منع. لا تحزن لأنك أنت تنام قرير العين والحاسد يتقلب بفراشه. لا تحزن لحاسد لأنك تخرج لترى النعم وتقلب البصر بالنعم، والحاسد يقلب البصر عليك. لا تحزن، أنت تسعى لرزقك وهو يسعى ليأخذ رزقه من رزقك، وهيهات. إذن فليحترق الحاسد. إن الله جعل الحاسد في كتابه في آخر استعاذة لعظيم شره، فقال تعالى في آخر السورة ومن شر حاسد إذا حسد، فجعله الله في آخر آياته لتأخر الحاسد عن نجاحه، ولأنه انشغل بغيره ولم ينشغل بذاته. لهذا إذا رأيت حاسدا سلط عليك فافرح، لأن قيمتك أعلى من قيمة الحاسد، فانشغل بك ولم ينشغل بنفسه. لهذا لا تحزن ولن أحزن إذا لم أركب السيارة الفاخرة، لأني رأيت أناسا كثر ركبوا الكرسي الذي له ثلاث العجلات، فرب مركوب خير من الراكب. الدنيا كالسماء، الدنيا كالسماء، تارة تراها صافية وتارة يعتريها الغيم، ولكن لا تنبت الأرض حتى تتعكر السماء بالغيم ويسقط المطر. فإذا تعكر اليوم وأصابك به الحزن رغم أنفك، فاعلم أن المطر آت لا محالة، فبإذن الله لن تحزن. الدنيا ليست للخلود، والنقص فيها مكتوب، وكل يدعي الكمال، ولو كمل بشر لما ماتوا. الدنيا ليست لنا، ألا ترى أنها العدو الأعظم؟ ترمينا بالأوجاع والأسقام والآفات وفقدان الأحبة والأحزان ونتعلق بها. سأهدي لك وصفة سحرية لي ولك بإذن الله حتى لا تحزن ولا أحزن. لا تجعل للدنيا قيمة. ألا ترى أن كل شيء نجعل له قيمة نحزن عليه؟ من منا وقع في الحزن على عود كبريت فقده؟ من منا حزن على درهم ضاع منه؟ ما ليس له قيمة في القلب لا يحزن عليه القلب. إن الحزن يعترينا بسبب اهتمامنا بأشياء ثانية، بسبب تعلقنا، نحصر السعادة بكل شيء. لهذا حتى لا تحزن لا تجعل لشيء من أمور الدنيا لها قيمة. نحن للأسف وأنا معكم نحزن ويصيبنا الحزن على فقدان متاع الدنيا أكثر من فقدان الحسنات. إن العدو لا يطمع بأرضك إلا إذا رأى فيها منفعة، والشيطان لا يطمع بقلبك إلا إذا رأى فيه منفعة لآخرتك. الشيطان والدنيا لا يطمعان بالقلب الخرب، بل يتسلطان على القلب العامر بأمور الآخرة. من كانت همته الآخرة لا يحزن على شيء من الدنيا. لهذا لا تحزن ولو خالفك أهل الأرض. نوح عليه السلام رفض ابنه الركوب معه، ولوط عليه السلام زوجته رفضت دعوته. فربما يعاديك أقرب الناس إليك، فلا تبالغ بحبك لأحد، فلا تبالغ بحبك لأحد، فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات. أعظم ما يخذلك في الدنيا هو الدنيا. كم من رجل تعلق بماله فهلك بسببه، وآخر تعلق بملكه فانقلب ضده، وآخر تعلق بابنه فابتلي بعقوقه. الدنيا هكذا،
فحتى لا تحزن انظر أمامك، لا تلتفت على جانبي الطريق، اجعل لك هدفا أريد الجنة، واعلم، وهنا احفظها مني لي ولك، واعلم أن أكثر الناس نجاحا هو الأصم، لأنه لا يستمع لنقد البشر. فلا تحزن، فرزقك لن يسرق منك، وعمرك لن يقدر عليه أحد. وتذكر واحفظ مني ثلاثة: في الدنيا لا سلام من الناس، لا سلام من الناس، ولا راحة في الدنيا، ولا نجاة من الناس.